خلال تواجدك انت وجنش وابو جبل كان في كلام كتير ان في مشاكل بين كتب التلاتة، هل الكلام ده صح؟ بص يعني مش دايما اللي بتصدر للاعلام او بتصدر للسوشيال ميديا هو بيكون مظبوط يعني، ولكن ما فيش حد عاقل هيجيب 3 حراس بالقيمه دي في فريق واحد، واكيد مش هيكون في مشاكل يعني. هيكون في مشاكل طبعا، ولكن مشاكل صحيه، ان الناس كلها عايزه تلعب والناس كلها عايزه تشارك، فده طبيعي. ولكن كان في حاجات بتتقال يعني اكبر من الاطار التنافسي او اللي الناس يعني كانت عايشاه في النادي، فكان بتخرج حاجات كتير جدا مش مظبوطه يعني. يعني هو في فترة من فترات كان طلع كلام إن في أحد الحراس كان بيعمل أعمال، هل الكلام ده كان صح؟ لا يعني دي ما اقدرش ادخل فيها بصراحه. يعني دايما بنسمع الموضوع ده كان منتشر يعني في النادي بشكل كبير، بس يعني ما شفتش حاجه زي دي بصراحه. الناس كنا بننزل التمرين مع بعض، كنا بنشتغل، وكان في تنافس بيننا بشكل كبير. ممكن كان في بعض المناوشات شويه بين جنش وابو جبل، بس ده طبيعي يعني. يعني الامور كان في الاطار التنافسي بس. كان في كلام بيتقال ان انتوا الثلاثه كنتوا بتتدربوا وما بتكلموش بعض. لا مش بنتكلم، ما بنتكلمش بعض، بس يعني انا عن نفسي ما بنزل تمرين ما بحبش اتكلم في التمرين، انا احب ابقى مركز واحب اشتغل بس يعني ما بحبش ان انا ابقى اضيع مجهود في او تركيزي في الكلام. في اوقات معينه مثلا عندي تمرينه مثلا بتبقى احنا عارفين ان احنا تمرينه مش هنعمل فيها حاجه، بتبقى فاني في قبل الماتش، بنقعد نهزر ونضحك ونتكلم، لان يعني اصلا بيبقى الحمل التدريبي او الموجود فيها قليل جدا، عشان ببقى تاني يوم ماتش. مش مطلوب مني مثلا ان انا انزل مع زميلي اقعد اهزر معاه واضحك معاه وما اشوفش شغلي، فطبيعي ان احنا كحراس ننزل التمرين كل واحد يبقى مركز في شغله، خاصه ان احنا كنا 3 اي حد ممكن يلعب. فكان في يعني كان في تنافسيه بشكل كبير جدا في الوقت ده، فمن حق ان انا ما انزلش ما اكلمش زميلي في خلال التدريب، بس خلال ان انا خلصت تمرين اقعد اسلم على زميلي واتكلم معاه عادي جدا، تبقى علاقتي بيه كويسه يعني.